قال وزير الداخلية في الجزائر أن شخصين قتلا وأصيب مئات بينهم عناصر من الشرطة في صدامات بين محتجين على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقوات الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أضرارا وقعت بالمرافق العامة في بعض المدن، كما وقعت أعمال سلب ونهب. ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجزائرية اليوم اجتماعا خاصا لمناقشة الأوضاع. قد يكون من الصعب تحديد هذا الشارع في أي مدينة جزائرية هو. الجزائر العاصمة، بسيلة، عنابة، قسنطينة، جيجل، سطيف، البويرة، برج بوريريج. فالمشهد يتكرر بكل تفاصيله في عدد من مدن الجزائر منذ بضعة أيام. يبدأ بشباب غاضب من تردي ظروف المعيشة، يرشق عناصر الشرطة بالحجارة، ولا ينتهي المشهد بقنابل الغاز المسيل للدموع. فبينما كانت المساجد أمس في العاصمة محاطة بطوق أمني خشية اندلاع أعمال شغب، وقعت هذه الاشتباكات في مدن أخرى عقب صلاة الجمعة، وأسفرت عن سقوط قتيلين وإلحاق خسائر مادية بمرافق عامة كالبنوك ومؤسسات البريد والمدارس، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. كما تعرضت بعض المحال التجارية في اليومين الماضيين لأعمال سلب ونهب رافقت الاحتجاجات. ولم يجدي قرار حكومي بإعادة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية نواتي الاضطراب، لم يجدي القرار نفعا في تحجيم هذا الغضب العارم أو صده مجددا إلى مكامنه التي طالما استقر فيها في العقدين الأخيرين. من هنا جاء قرار اتحاد كرة القدم الجزائري بإلغاء مباريات كانت مقررة يومي الجمعة والسبت تحسبا لاشتداد موجة العنف وانطلاق المسيرات المحظورة طبقا لقانون الطوارئ المعمول به في الجزائر منذ عام 92. أما اجتماع الحكومة فهدفه بحث مسألة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والحلول المتاحة. هناك من يرى أن هذه الاحتجاجات الشعبية أضعف من أن تجر البلد الغني بالنفط والغاز إلى دائرة توتر سياسي مغلقة تعيده إلى عقد عنف التسعينات، إذ لا تتمتع هذه الهبة التي تبدو تلقائية بدعم منظم من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني. وهناك من يقول إن غلاء المعيشة والبطالة وسوء إدارة الموارد المتعددة ثالوث يفتح أبواب جميع الاحتمالات المغلقة أمام بلد لم يتعافى بعد من صدمة العنف الدامي.